نيجي بقى للخبر اللي جاي ده. الخبر ده بيقول ايه؟ بيقول الاهلي بيشترط 7 مليون دولار للاستغناء عن ديانج في الصيف المقبل. 3-4 شهور كده قلت لحضرتك وديانج عنده عروض احترافية، وان ساعتها حسنا فعلت ادارة التعاقدات بالنادي الاهلي ان هي مددت عقد ديانج عشان قعد الراجل مستفيدين منه فنيا، ما قعدش الراجل يقدروا يبيعوه ويكسبوا فيه. تحقق الكلام اللي قلناه لحضراتكم والخبر من 3-4 شهور، مع انه في التوقيت ده ناس كده قالت لا يا عم ده ما فيش عروض وما فيش حاجه وما فيش الكلام ده والكلام ده مش مظبوط، والكلام ده كله بعد 3 شهور بيتحقق الحمد لله الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم ان فعلا في عروض لديانج. رغبته الاولى، وانا بقول لحضراتكم معلومه، رغبته الاولى ان يكون موجود في احدى الدوريات الاوروبيه، دي رغبه ديانج. النادي الاهلي رغبته الاولى انه يبقي على ديانج في صفوفه، ولكن لو جه للنادي الاهلي، حتى الان العرضين الرسميين المقدمين للنادي الاهلي هم من نادي العين الاماراتي وجلطة سراي التركي سواء على سبيل الاعاره او البيع النهائي. النادي الاهلي ممكن يتخلى عن رغبته في الابقاء على اليو ديانج مارد خط وسط النادي الاهلي في حاله وحيده، لو جاله مقابل مادي كبير جدا. طب المقابل المادي الكبير جدا ده اللي هو كام؟ اللي هو 7 مليون دولار، اللي هو تقريبا بنتكلم في 100 مليون جنيه مصري. وطبعا لو جه 7 مليون دولار للنادي الاهلي هيفرط في ديانج ويجيب واحد تاني ويستثمر ويفيد الفريق فنيا في نفس التوقيت. فالعرضين الحاليين اللي امام اداره النادي الاهلي واداره التعاقدات بالنادي الاهلي هو جلطة سراي التركي، العين الاماراتي سواء على سبيل الاعاره او على سبيل البيع النهائي. العرض او الرقم المحدد من قبل اداره النادي الاهلي هو 7 مليون دولار للاستغناء عن خدمات اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الاهلي، وطبعا لاعب خط وسط منتخب مالي.